واحد بيقول جاء في جريدة كذا قول المسؤول لقداستكم بتقول ان اليهود كانوا عبدة الاصنام فنرجو التوضيح. هو اليهود عبدوا الاصنام ايام موسى لما اخذوا الذهب اللي عندهم وعمل عجل ذهبي وقالوا هذه هي الهتك يا اسرائيل التي اخرجتك من ارض مصر. وايضا عبدوا الاصنام ايام يا ربعام ابن نباط في ايام رحبعام ابن سليمان لما انشق واخذ 10 أصباط معاه وخاف لألا الناس ينزلوا إلى أورشليم عشان الهيكل فجاه رجلين من ذهب على جبل السامرة وقال هذه هي آلهتك يا إسرائيل التي أخرجتك من أرض مصر. وفضلت دولة إسرائيل تعبد الأصنام. وأيضا عبد الأصنام في أيام آخاب ابن عمري واستمطوا وربنا غضب عليهم من أجل عبادة الأصنام فأسلمهم إلى سبت بابل وخشور إلى آخره. دي حاجة موجودة في التاريخ مش حاجة منسوبة إلي أو غيري.